السلام عليكم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الامور ديالكم تكون طيبه. هاد النهار جوج وصفات اللي غنستعملوا فيها العجينه المورقه، وغادي نقول لكم الحلقه القادمه كيفاش تصوبوا العجينه المورقه ديال القمح جد لذيذه. هاد النهار غنعملوا السمك اللي غنديروا له واحد الصلصه اللي غتنفعك بعده اطباق. اما الحشوه غنبتعدوا على الشعريه الصينيه، غنديرها بالخضر الكريميه كتجي لذيذه. وكيف ما قلت لكم غنستعمل الصوصات وغتشوفوها معايا في المستقبل غير بالاعشاب والفواكه، ما غنشريهم شاي، غنعملوهم انا وانتي معايا في الدار. رافقت الحوته ديالي ديال باف بيستري العجينه المورقه، رافقتها بطبق ديال السمن اللي استعملت فيه القرعه سباغيتي سكواتش. غتشوفي معايا الطريقه وغادي نخلي لك فيديو كيفاش كنصوبوا ديك سباغيري من القرعه. اما الطبق الثاني تشيكن باباي، طبق قديم في امريكا بزاف بزاف، وتا هو نستعملوا فيه العجينه المورقه ديال القمح، وغتشوفوها معايا في الحلقه القادمه. يلا تشوفوا الطريق. Alright my girls، الوصفة الأولى غنديرو الحوتة كاملة. إلا عندك الحوت اللي كيبيع لك السمك قول له عافاك بغيتي تحيد ليها الشوك وتحيد ليها الجلدة ديالها وتخليها صاينة ونقيها لك، ما كاينش ممكن انت ما تقدريش ديريها، ما كاين حتى شي مشكل. كتستعمليها منيتي الفولي، الفولي غنقول لك راه كي ديري ليه اللي ما تقدرش يعملها صاينه بكل صدق. عذباتني ما جاتني السهله باش نحيد ليها الجلده ونحيد ليها الشوك ديالها ونخليها صاينه. That was really hard، وضيعت 10% ديالها، الحمد لله اللي بقات لي 90% ديالها. زعما بكل صراحه ما نبغيش نكذب عليكم، استعملوا نيتات الفولي راه هو هو، ما كاين حتى شي فرق. Right، ما كنحاولش نخوفكم منها، ولكن باغي نكون معكم واقعيه، خصوصا البنيتات المبتدئات. رايت، بعد ما كتنظفيها نشفيها ليا مزيان من الماء وحطيها على جنب. هنايا بنتي عندي الحوته ديالي اللي ضروري ما كديري ليها بيبر تاو باش تنشف باش ما تخسرش لينا العجينه المرقه ديالي. هذا التارغان طرخون، وهذه الزبده ديال الاعشاب اللي بغى يعرف كيفاش كنصوبها راه داك الفيديو ديال الديك الرومي. هذا فيها الوصفه ديالها الزبده بالاعشاب، ما تفوتكمش البنيتات تعلموا ليها راها صحيه. البنيتات الزبده ديال الاعشاب راه فيها حتى الثوم، فيها البهارات الايطاليه وفيها الثوم وفيها الاعشاب، راه جد لذيذه، راه كتبهر لك الحوت ديالك كيجي غزال. البنيتات غنضيف البزار، شويه الزيت البلديه الا بغيتو، ونقيطه ديال الحامض او القشور ديال الحامض ولكن غير شويه. اوكي، كنعاود مره اخرى ما كنصحش المبتدئات يديروا هذه الطريقه، انا غادي نوريك كيفاش غديرها بالفولي، نخاف ماما لا تجيك صعيبه. اوراي ابنيتي الحشوه، احنا محتاجين الكرابس، الجزر، والبرو مقطع على داك الشكل رقيق وطويل. المقله ديالك غنديروا الزيت البلديه، غادي نعمل فيها الزعتر اللي فيها الطرخون تارغان، واول حاجه اللي غنعملها معها هي الخيزو اللي قلنا البنيات يكون مقطع اشنو رقيق بزاف. تدخل المقله ديالكم، انا غير ما بغيتش هذاك الصداع والدخان وهذا كدرت على مقله بارده، ولكن الاصح بنيتي تكون الطنجره او المقله تكون سخونه. الثومه اللي غير ضربتها بحال هكا ما بغيتش نقطعها بزاف. رايت، لهاد الوصفة اللي غدير الحوتة قدي أنا غدير نص كاس ديال خيزو، نص كاس ديال البرو ليكس، ونص كاس ديال الكرافس. كنكتفي أنا غير بالبهارات الإيطالية. رايت، ولا كنتي انتي كتبغي البهارات بزاف تقدري تضيفي ديال بسطيلات الحوت البيضاء بتعديع الكمون. وانا كيعجبنا الحار غنديرو طيان. الا قدرت ننصح المبتدئات البنيتات البهارات راه كنديرو غير شويه، مثلا كثروا شاي بزاف، الا كثرتي فهاد الوصفه غتضيعي النكهه ديال الحوت وكنواعدك غتجي بنينه. راه الاعشاب والخضار هي اللي بنينه. جدودنا راه هادي الطرق ديال الطياب ديالهم، سو يا ريت لو رجعوا لي مبنيتي هاد الحشوه هادي كنواعدك غتجيك بنينه. هادي غادي نزيد ليكس اللي هو البرو، وغادي نزيد الكرافس اللي تاهو مقطعينو طوال. غادي نطيبو هاد الخضار اقل من نص طيبه، وما خصش تاخذ لك الوقت بزاف، 3 دقائق 4 دقائق طفي عليهم ابنتي. واللي ما بغاش
يديرها كريمية. تقدري ديري الشرمولة الحوت المغربية، غير ما تكديريش الكمون، حقاش عندنا الباف بيستري. انا غنديرها كريمية، قدرت نزيد الزعفران، ننصحكم ديروه جغزال. انا حقاش غنديرها كريميه وبالزعفران، الثوم ما قدرتش نقطعو طريفات صغار لان غيعطيني واحد المذاق وغيتقدر حتى يتحرق ليا. اما البنيتات اللي باغين يديروا الشرموله المغربيه العاديه، تقدري تقطعي طريفات صغار، ولكن عاد دابا عاد زيديه، ما بغيتيش الثوم يتحرق. عاد دابا ملي كتزيديه في هذا الوقت هذا، دائما انا كندير فيها البهارات الطالياني هادي، وما نقولش لكم اللي كلها تحمق عليها. هذه فرصه اللي بغى او مل من الشعريه الصينيه، بدليها بهذا الحشو ديال الخضار والاعشاب، صحيه ولذيذه. نضيفوا شويه ديال مرق الدجاج او مرق الخضر، انا درت غير مرق الخضر، انا ما خصش يكون فيها المرق بالمره. هنا غادي نضيف شويه الكريم. اللي نبغي نتقاسم مع بنياتي والاخوات، ما عمرني ما غنعطيك شي وصفه اللي انا غير قريتها او سمعت بها، هذه مجربه عندي سنين وسنين. وهذا رمضان هذا نحاول نطيبوا شي حاجه صحيه، اللي بغى يحافظ على صحته يبدا غير من المطبخ ديالو اش كيطيب. شوف انا ما غندير هنا لا طماط البنا لا الملح الصيني المنكه، غنديرها بطريقه جدودنا الاعشاب، وغنعرف كي نطيبهم، وان شاء الله غتجي لذيذه وصحيه. اوكي، عندنا الخضره بنيتي راه باقا شاده براسها، بغيتي تطيبيها قل من نص طيبه، لان مازال غتدخل الفران وما بغيناش تكون هاريه. سو الخضر ديالك تكون لذيذه وباقه شويه خضره. اوكي، الا لاحظتي معايا ماما ما كتشوفي الطنجره، يعني المقله راه ناشفه رايت بعد ما تبرد. يلا ها ماما طبقيها معايا في الحوته اللي حنا اوريدي درنا ليها البهارات والثوم، وهذا تعمريها دابا وعمريها عمريها، يعني كوني كريمه. من بعد ماما غتسدي عليها بحال داك الشكل، ومن الفوق درت الزبده ديال الاعشاب ودرت شويه البزار، وتقدري تديري نقيطه الزيت البلديه. يلا نشوفوا طريقه الفيلي. غتقطي كيف ما قلت لك، غديري الزبده والطرخون رايت، من بعد غتقطي هذا الخليط وغتحطي عليها كامله وكوني كريمه رايت، هذا الخليط اللي صومله. من بعد غديري فوقها الحوته ديالك، صو الوسط غادي يكون عندنا شنو، هذا الخليط اللي صوبنا، ومن الفوق عاوتاني ديري هذه الزبده هذه اللي مبهرينها. دابا عندي كلشي بارد، هذيك العجينه المورقه جبتها من الثلاجه، الحلقه الجايه غنشوفو ديال القمح. اوكي، قسمتها على جوج، سرحت الاول رايت، من بعد ملي سرحتو غنسرح الثاني اللي غيجي فوق منه خصو يكون كبر من الاولاني. بغيت تشوفي معايا ملي كتكون الورقه كتعرفيها ناجحه، ملي كتسرحي فيها راه خصك تبان لك طروفه ديال الزبده، حتى الا شريتيها الا بان لك الطروفه عرفي راه تبارك الله عليهم صوبوها زويونه. اوكي، درت البيض، درت الطرف الثاني وبيديا شتو البنات عرفتي راه كنورك بغيت نسدها. اوكي، دابا بالموس قطعتها، انا ماشي رسامه يعني درتها سو اللي كيعرف تبارك الله راه غادي صوبه زوينه. حيد داك البقايا ما كنكمشوهمش، الورقه ما العجينه المورقه ما كتكمش، البنات الا كمشتيها خرجتي لها. درت لها هذاك السينته بحال هكاك، بغيت نعرف الراس فين كاين، درت البيض و احنا سنينا حطو من الفوق هكاك، درت لها بداك الطابع زعما راه القشور رايت، ما كطيبش رايت واي، كتدخليها بنيتي الثلاجة على الأقل ساعة، وكنطيبوها على فران 200، وانتي اللي كتعرفي فرانك حضي الحوتة ديالك، وعاود قبل ما كندخلها كندهنها مرة أخرى بالبيض. أوكي، أنا بغيت نعطيكم اختيارات عديدة، سو اللي ما بغاش الخضار وتقدري ديري الشعريه الصينيه، قلنا الا ما بغيتيش الشعريه الصينيه كاينه هاد القرعه هذه كتجيب ثلاثه الالوان، اللي غادي يعرفها هو الخضار ديالك. قولي لي بغيت القرعه مولات الخيوط، خصها تكون فيها الخيوط، هو اللي غادي يعرف رايت. سو كاين واحد الفيديو غنخلي لكم حتى هو كيفاش كنطيبوها. ديري ليها شرموله الحوت العاديه، ديري ليها شرموله الحوت العاديه وزيدي ليها القمرون الكخوبات، وعمري الحوته ديالك بالصحه والراحه. اش غنقول لكم، صحه ولذيذه بالله عليكم. هذه ما كتبانش سباغيري، خصكم تشوفوا المذاق بعدا، شوفوا معايا المذاق ما شاء الله شحال صحيحه. هل الغزاله يلا خرجت لينا من الفران، ما نقولش لكم بنياتي على الروائح، انا رافقتها بالسمنه البنيتات، ساهل وسريع. يلا تشوفي معايا الطريقه. قطعت السمن ديالي طروفه صغار، نشفتهم من الماء بعد ما غسلتهم، البهارات اللي درت الزبده ديال الاعشاب وشويه ديال الخل الاسود
طبيعي الاورغانيك راي على المقله. درت الجهه اللي فيها الجلده هي الاولى على نار عاليه البنيه راي، خليتها يطيب حتى تقريبا يعني شي 4 دقائق على حسب الطروفه راي. قلبت دقيقه واحده، بغيت غير الشكل ديال الجريل، قلبته دقيقه واحده. من بعد البنيات حيدته من المقله، درت فوقه شويه الزبده ودخلته للفران 2 دقائق ذاتس ات، وسربيته كيف ما غتشوفوا معايا مع ديك القرعه اللي دايره بحال سباغيري، وكنت تشوفوا المذاق ديالها. وطيبت اللوبيا بالشالوت والثوم، ودرت فيها حتى هذا اللوز هذا محمر غتشوفوا معايا. الطبق هذا كنعتبرو ديال الضيوف الغفله، سهله ولذيذه وكتقدري ترفعي به راسك، يعني طبق محترم وفي وقت قصير. هاد الحوته ديال الباف بيستري العجينه المورقه خاصها واحد الصوص، الكتاب تيقول هاد الصوص هذا صوص الطرخون والبصله راي، تيقول لك هو ديال البصله الصغيره. بالحق انا دايره بالكبيره والصغيره، غنحتاجو البصله الثومه قطعيها ليا مزيان والطرخون راي. بغيتي نص كاس ديال العنبه البصله يكون مقطع طريبات صغار، ثلاثه الثومه تقطعيهم صغار، بغيناهم يكونوا صغار بزاف. واش غنقول لك راه قبطه ديال الطرخون. البنات اللي ما عمرها ما جربات الحوت الدجاج بالصوص ديال الطرخون، كننصحك بنتي تجربيه، جد لذيذ. وجوج كيسان ديال مرق الدجاج والملح والبزار راي، غتخليهم يطيبوا حتى يبقى عندك غير كاس ديال المرق ديال الدجاج. غتزيدي جوج معالق كبار ديال الزبده وكاس ديال الكريم وخليهم يطيبوا 5 دقائق وبالصحه والراحه. شوف نتوما غتجربوا هاد الوصفه راي، غادي تجربوها نتوما اللي غتحكموا عليها راي. يمكن باينه ليا الوصفه شاكره راسها. الطبق ديال الباف بيستري والحوت كنت صوبته غير للعائله ديالي، الزوج ديالي والبنيه ديالي ماشي للضيوف. سو التزيين خليته جد بسيط، وبغيتك تخيلي معايا انتيا يا الا صوبتي هاد الضيوف الكبار واستعملتي الصحون ديال الضياف والطبله ديالك اللي غتكوني مزوقاها تبارك الله، اش غادي نقول لك؟ انا متاكده غادي تبهريني، متاكده غادي تبهريني معاك. ما تفلتيش هاد الوصفه، قيديها عندك، وصفه لذيذه وخفيفه وما كتقهمش شي في رمضان. غنقطعها معكم باش تشوفوها من الداخل كي دايره، ما فيها ما جاتش ميها ولا قطره، يعني حدو قدو مقرمشه من برا والداخل جوسي ان مويست، يعني رطبه من الداخل فيها البلول حدو قدو ما ناشفاش. البنات في النجاح ديالها الحوش ديالي كان عاقد ما فيش الماء، والحوت ما استعملتش الحوت اللي كان في الفريزر وخليته ينشف الحوت ديالي مزيان. جوسي اناف مويست، رطبه فيها البلول حدو قدو ما ناشفاش. طبقه الخضره، طبقه الحوت، طبقه ديال الباف بيستري، حنا عتي كليناها راي رواي. هذا الطبق ديالي، هادوك بنيتي كويسات صغار كنصوبو من الورقه اللي كتكون شايطه عليا. هادي تبارك الله القرعه اللي غنخليها لك في صندوق الوصف، عامله بحال السباغيري وما نقولش لك على المذاق. اما بنيتي الا بغيتي تشوفي كيفاش كنعمل لهاد الكابس اللي كنصوب غير من هادو الشايطين، ما كنرميهاش، كنخليها في الفريزر ديالي، ملي كنحتاجها كنجبدها كنغرقها بالزبده والزيت وكنوضعها على اللاطه ديالي كيف ما كتشوفوا. كنحاول نعمل 4 طبقات باش الا وضعت الصوص ديالي ما يتسردش ليا الكاب كيك وتقدر تحمل الماكله اللي غنحط فيها. هذا والضيفان كنقطع طريفات صغار كنزوق بالسمن من الفوق. هادوك هما الكابس، شتي شحال كيجيو زويونين ديال الورقه، كيجيو زويونين. اوكي دابا الوصفه الثانيه، هادي تشيكن باباي ديال الدجاج، فوق منها العجينه المورقه. الا كنتي كتخافي منها راه غادي نقول لك واحد الوصفه كيديري لها واحد جوج ثلاثه بلا ما تورقي بلا حتى شي حاجه باذن الله. باباي من اقدم الوصفات في المطبخ الامريكي، بحال حنا المغاربه ملي تنقولوا بحال الكسكس او شي حاجه بحال هكا، ولكن كنا كنعرفوا الكسكس قدام منها لان المغرب بلاد قدم من امريكا. اورايت بغيتي 325 غرام ديال الدقيق، بغيتي ديري فيه قبيصه الملح، بغيتي قبيصه السكر، وبغيتي 230 غرام ديال الزبده تكون بارده ومقطعه طريفات صغار. في الخلاط خلطيه مزيان، خصك تحصلي على خليط ملي كتقبطيه في يدك بنتي خصو يكون يتماسك لك راي. غتزيدي صفره البيض وغتزيدي اللي بغى يزيد الاعشاب تقدري راي. انا تما كنت محتاجه لشي حاجه اخرى، نتوما ديروا الماء بارد غير كتجمعي، ما كدلكي ما كتعجني ما والو، كتكون عجينه شويه قاصحه ديريها في الثلاجه شي نص ساعه، من بعد عاد تسرحيها خدمي بها اللي بغيتي. هذه انا عندي معتمده بداري هذه الوصفه هذه. اوكي
الدجاج اللي غسلته بعد ما غسلته درت له الاعشاب، شويه الثوم، شويه الزيت البلديه، ودرت له بهارات خفيفه ديال الدجاج، خفيفه ماشي شي بهارات قويه right. ودرت له حتى بابريكا فيمي التحميره المدخنه، نخليه يبرد، ملي يبرد غنقطعو طريفات صغار بحال الشكل ديال البسطيله. على مقله حاميه عندي معلقه ديال الزيت، نص معلقه ديال الزبده، جوج معلقه ديال البصله مقطعه طروفه صغار، وبغيتي الثومه اللي صاينه ما مقطعاها شيء. غنضيفو قلنا الزعتر واليازير، كلشي كيعرف اليازير حبيب الدجاج. فحاشنا بربعة المعالق ديال الزبده غنضيفوها دابا. انا كندير عيني ميزاني حقاش كنطيب غير جوج الناس، غنضيفي عليهم ربعة المعالق ديال الطحين، ما غاديش تخليهم حتى يعودوا فيري براون يعني بنيين بزاف، هانتي غتشوفي معايا غير يتحمروا لنا غير شويه، وغتضيفي عليهم جوج كيسان ديال مرق الدجاج. ما عندوش يقدر يستعمل الماء والظما ديال البنه. الوجبه ديالك تكون كريميه، ضيفي ليها كاس ديال الكريمه السائله، اللي بغى غير شويه يدير ربع او نص كاس ديال الكريمه السائله. البهارات اللي استعملنا في هذه الوجبه هذه بابريكا فيمي تحميره مدخنه، شويه البزار، وقبيصه ديال الكوزه ما تكثريش. خليش هادشي تا كيطيب بزاف، راه هذاك الشيء غيطيب حتى هو في الفران. ساو كاس لاروب ديال خيزو مقطع هذاك كيوبز، جلبانه تا هي كاس لاروب، نص كاس ديال بطاطا مقطعه تا هي كيوبز بحال هكاك. رايت واي هادشي كديروا متابع رايت. والدجاج اللي قلت لكم غتقطعوا طريفات صغار بحال داك الشكل ديال البسطيله. صافي هاد كنطفي عليها، هادشي ما تشوفوا القوام ديالها، تقدري انت ديريها في شي حاجه كبيره، او كتديريها هكا في زليفات صغار. غير ندهنهم من الجناب لان بغيت ندير العجينه المورقه فوقهم، واللي ما بغاش دير العجينه المورقه راه قلت لك شنو ديري ديك العجينه، سرحيها وديري على قدر الصحن ديالك، بغيتيهم صغار ولا بغيتيهم كبار. ها انتما شوفوا هاد بنيتات، غير ما يكشور بيديك الحبيبه، هذا تبتيها مزيان راه كتنفخ، شفتوا ملي خرجت من الفران تبارك الله كي كتكون العجينه المورقه ديال القمح، غتشوفوها معايا في الحلقه القادمه. يا الله شحال كتجي زوينه في الاكل بحال هكا، يا الله شحال كتجي زوينه البنيات، وصحيه صحيه، يا ريت لو نتعودوا عليها مابقاش نديروا داك ديال الفورس. anyway دهنت بالبيض، طيبتهم في الفران على 200 شي ثلث ساعه، ودوك البقايا اللي بقاو ليا درت فيهم حريبلات ودرت فيهم تشيز وغزالين. سو ثلث ساعه الله يرضي عليك، انت اللي كتعرفي فرانك. اللي بقى ليا عاده انا كنفريزيه، هاد المره قلت علاش ما نقولش البنات الشوربه. اوكي زدت السبانخ، زدت المرق ديال الدجاج، زدت الثوم بودره، زدت الكرافس بودره، وزدت هذا البصله بودره، وشويه البزار، وعرفتي اش غنقول لكم، وشويه الفرماج الا بغيتي او بلا. حنا ما درناش الفرماج هنايا، جات غزاله فطرنا بها. كتخرج في الفران خصك تقدميها للضيوف ديالك، شنو نقول لك حبيبتي الصغير والكبير، جات غزاله مع القرمشه وهذا والتشيكن كريمي، جات غزاله. ننصحك بنيتي غير جربيها، ديريها كبيره للعائله، انا كنفضل الصغيره هات هكا، ولكن الاختيار كيرجع لك. نهايه الحلقه ما تنساوش ماما ميمي من الدعاء ديالكم، ولا عجبك الفيديو بليز قاسميه مع الاهل والاحباب ديالك فضلا وليس امرا. الحلقه الجايه غادي نشوفوا عده اشياء، واللي غادي يعجبك باذن الله الحلقه القادمه هي شي عمارات ما كيدروش في السوق. انا متاكده ما غاديش يدوروا في السوق، غادي نديروا هذا الفطائر محمرينهم وكيجيو بيضوا حتى في المسمن، غتشوفوا معايا طريقتي في المسمن وفي العجينه المورقه بالقمح، غتشوفوهم. اوكي هذاك اللي كنا كنشوفوا هذاك بالماشروم، الفطائر والماسكاربون تشيز اللي غتصوبيه في الدار، وشنو اخر درنا فيه والاعشاب، وغتصوبي معايا ديال التين ديال الشريحه، ومن تسمع الشريحه ما غاديش خايبه، تشريحه تمر البصله محمره ماشي مقليه، والفرماج والخل اسود اللي غادي يعلقها، والمكسرات شويه القرقع ولا بلاش. البنيتات غتشوفوا معايا شي حوايج اللي انا تعلمتهم من امريكا، ولكن الاصل ديالهم عربي، لان الكتب اللي كنقرا تقول لك واز انسبايرد فروم ذا ميدل ايست، يعني ديال العرب. اوكي هذيك الحشوه ديال الشريحه راه غير مطحونه، راها لا تقاوم بكل صراحة، تجربة لي ساد يعني هادشي ديالنا ديال جدودنا وهجرناه والأجانب احتضنوه. anyway ما نطولش عليكم، السلام عليكم، في رعاية الله.